يا اوباما يمكن من الناس اللي اتظلمت والله في فكره جدا. التقييم، وهو زيه زي لعيبه كتير. انا يمكن عاصرت الكلام ده فتره في الفترات حتى وانا بلعب، ساعات بيبقى التقييم مش مظبوط ومبقاش عارف مثلا الناس وهي بتقيم ان ممكن المدير الفني يبقى طالب ادوار معينه من اللاعب، واللاعب يكون بيحققها بشكل كويس لكن انت مش شايفها كمتفرج او كمتفرج عادي. فاوباما من الناس دي، ويمكن دليل على كده ان هو من كتر ضغوطه كابتن طلع سنه اعاره، ولما رجع كمان الحقيقه السنه دي ادى بشكل قوي. كويس جدا جدا، من افضل اللاعبين اللي موجودين طب السنه دي. هقول لك على سر، انا وانا قاعد مع مستر جروسو وانا بسلمه الفرقه وبيقول لي ايه رايك كذا، طب انت بتلعب بايه، بطريقه ايه، قلت له والله بلعب بطريقه 4 2 3 1، ومستر جروسو قال لي انا بلعب بطريقه 4 3 3، خلاص انتهينا وكل واحد بطريقته وانا مشيت. فجينا ماتشين اوباما وحش قوي في الماتشين، فامير عزمي بيتصل بيا فقلت له امير بلغ مستر جروس فريندلي كده ان اوباما لو اتحط في الحته دي هيبقى احسن كتير قوي من حته التمانية، وتقدر ان انت ايه مرونة تشتغل تبقى في مرونه تكتيكيه، وبدل تمانيتين يبقى 2 يعني 6 و1 2 بلاي ميكر. 6 و1 10. لعبوا بعديها بماتش اوباما من الماتش ده بقى نجم انت خلي بالك يا ابو العيله، انت ما بتحط اللعيب بتاعك في المكان المظبوط بتاعه بيدي لك اكبر انتاجيه، لكن هو عندك لعيب كويس بس بيلعب في مكان مش هيدي لك فيه اكبر انتاجيه، هيدي لك 70%، هو لعيب ممكن يدي لك 90%. خانقوا شويه زي على فكره ده حصل مع محمد صلاح في المنتخب ومع زيزو، الاثنين لما لعبوا مع بعض زيزو اتخانقوا شويه. بالذات بالظبط، يمكن في الفتره وصلاح في اول ماتش في اول ماتش صح. ويمكن باكد على كلام حضرتك بعد ما جروس يمكن عمل كده بقى بيعتمد على اوباما بشكل جدا كبير، وكان من نجوم الفرقه في الوقت ده انا فاكر. لكن انا عايز ارجع لكلمتك، يعني معقوله كل مدربين الزمالك اللي مروا 5 6 سنين دول يعني ما بيعرفوش حاجه، ولا مدرب يضم اوباما في الفتره دي وهو نجم نادي الزمالك؟